الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في نشرح في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. وصلنا إلى باب شروط صحة الصلاة. أول شرط من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة المكان استقبال القبلة، طهارة البدن، طهارة الحذاء. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني بعد الطهارة استقبال القبلة. استقبال القبلة. طيب اللي جنب كده احنا خدناه اللي فات، ستر ستر العورة، ثورة ستر العورة. كنا عورة الرجل منين؟ من السرة الى الايه؟ الى الركبة. خلاص. طيب اما عوره المراه فاختلف العلماء فيها. الشافعي قال كل البدن عدا الوجه والكفين. امام احمد بن حنبل قال كلها عوره حتى الظفران. حتى الظفران، حتى ايه؟ الظفران. خلاص. طيب يا اولاد، ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الترمذي وضعفه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وارضاه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. يؤخذ من ذلك من شروط صحة الصلاة إيه؟ استقبال القبلة. يا أولاد هم المسلمون، حد يقول لي كده تدرج المسلمين في الصلاة كانوا يصلوا الأول إلى أي جهة؟ قل يا براء. بيت المقدس ثم نزل صلوا إلى البيت المقدس قد إيه؟ 17 شهر، قيل 16 شهرا وقيل 17 إيه؟ شهرا كان الحديث. ثم بعد ذلك توجهوا إلى المسجد الأقصى والمرأة تقاوى. ايه الدليل بقى على ان احنا ينبغي يجب علينا ان نتوجه الى القبلة؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام واينما تولوا حيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. يبقى اذا على جميع المسلمين في جميع انحاء العالم ان يتوجهوا الى مين؟ ناحية الكعبة. اللي في المشرق سواء كان في المشرق او سواء كان في المغرب سواء كان في الشمال سواء كان في الجنوب يتوجه ناحية الايه؟ جهة الكعبة، جهة الايه؟ لا عين الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما ينفعش يعني ان احنا نكون متجاهلين القبلة بالضبط. ما ينفعش؟ لا ينفع. لو لا يعني اذا كنت تصغير انحرفت قليلا فهذا صحيح. ان الانحراف اليسير عن القبلة ما بين المشرق لا يضر، لان بعض الناس يا اولاد بياتي الى بعض المساجد ويقول لهم انتوا صلاتكم باطله. ليه؟ ده انتوا في نص ملي انحراف عن الكعبة. نقول يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب ايه؟ قبلة. طب هل هذا الحديث عام لجميع انحاء العالم؟ لكل الناس اللي بيسكنوا في العالم كله؟ في لو في الشرق ما بين المشرق والمغرب دي لمين؟ للناس اللي بتسكن فين؟ في الشمال ومن ناحيه الشمال وناحيه الايه؟ الجنوب. اما الذين يسكنون من ناحيه المشرق او المغرب ما بين الجنوب والشمال والجنوب ما بين الشمال والجنوب ايه؟ قبلة. ما يجيش واحد مثلا لاهل ليبيا او لاهل السودان مثلا ويقول لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة. ازاي ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ ما ينفعش. انا هصلي كده مثلا؟ لا، نقول لهم ما بين الشمال والجنوب ايه؟ لان اصلا السودان هنا مثلا كده وادي الكعبه كده، فنقول له ما بين الشمال والجنوب ايه؟ قبلة. لكن بتاع الشام اللي ساكن هنا في الشمال هنا نقول له ما بين المشرق والمغرب ايه؟ ولا يضر الانحراف الايه؟ ونقول لاهل اليمن اللي في الجنوب ما بين المشرق والمغرب ايه؟
ما بين المشرق والمغرب ايه؟ وكذلك اهل العراق يقال لهم اهل العراق يقال لهم اللي هم ساكنين كده في الغرب يقال لهم ما بين الشمال والجنوب. سنتم انتوا كده فهمتوا انا عاوز اقول ايه؟ خلاص. اذا هذا الحديث ليس عام لجميع المسلمين في جميع انحاء العالم، انما هو لمن يسكنون في الشمال او في الجنوب. خلاص. طيب يا اولاد، ثم ذكر الحديث المتفق عليه الذي رواه الشيخان عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وارضاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه: وكان إذا سافر صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتطوع أن يتنفل يعني استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. يؤخذ من هذه الأحاديث الثلاثة إيه؟ إن استقبال القبلة شرط صحة لصلاة الفرض وصلاة النافلة إلا في ثلاث حالات، إلا في ثلاث حالات. أول حالة يعني أنت يجب عليك أن أنت لكي تصح الصلاة أنك تستقبل القبلة سواء كانت صلاتك صلاة فرض أو نافلة إلا في ثلاث حالات. أول حالة يعني لو أنت واقف في القطار يعني وبتصلي. آه اللي إحنا بنقوله إيه؟ على الحافلة. إذا كان يصلي على إيه؟ على الراحلة في صلاة النافلة أو صلاة الخوف. أو صلاة الخوف. وصلاة المريض الذي لم يستطع استقبال القبلة. وصلاة المريض إذا عجز عن استقبال القبلة. يبقى ثلاث حالات. أول حالة يجوز لك أن أنت لا تستقبل القبلة. على الراحلة. على الراحلة في صلاة النافلة. أو صلاة الخوف. أو صلاة الخوف في الحرب. أو صلاة المريض غير العادية. أو صلاة المريض إذا عجز عن استقبال الإيه؟ القبلة. زي واحد محجوز في العناية المركزة. أو نايم في بيته على السرير ومش عارف يتحرك. فجاء وقت الصلاة يصلي في أي اتجاه لأنه معذور يا أولاد. إيه الدليل على ذلك؟ قال الله، الدليل اللي احنا قلناه، والدليل أيضا قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا عجزت عن حاجة تسقط عنه، دي من نسر الشريعة يا أولاد. إذا أنت عجزت عن القيام في الصلاة تصلي وأنت جالس، وأنت إيه؟ جالس. خلاص. ثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والإيه؟ والحمام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولا تجلسوا إيه؟ عليها. لماذا لا نجلس على القبور؟ لأنها عورة الميت. لأنها احتراما لمين؟ الميت. مش عورة الميت. ما تجلس على القبر ليه؟ احتراما لمين؟ لأن حرمة الميت حرمته وهو ميت حرمتك إيه؟ هو إيه؟ وهو حي. ولا تصلوا إلى القبور ليه؟ مخالفة لمين؟ للنصارى واليهود. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. قالت عائشة: أي حفظ من مصر. إذن ما هي الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها؟ الحمام والكنيسة والمقبرة والمزبلة ومواطن الإبل ومعاطن الإبل والكنائس والمجزرة اللي فيها قاذورات وفيها نجاسات. ماشي. طيب يا اولاد، في صلاة واحدة يجوز أن نصليها في المقبرة. صلاة الجنازة لمن تخلف عنه، كما ثبت عن في ذلك في الروايات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.